وللتعليق على القصف الصهيوني على الميليشيات الإيرانية في ريف حماة واستمرار تدفق تلك الميليشيات وتمركزها أيضا في نقاط معينة في سوريا، ينضم إلينا أديب العلاوي الخبير العسكري والاستراتيجي السوري عبر الهاتف من الريحانية. أهلا بك معنا سيد علاوي. أهلا بكم، تحية لكم وتحية للمشاهدين. أهلا بك سيد علاوي. يعني كما تعلم هناك 9 قتلى من الميليشيات الإيرانية بغارات صهيونية على مواقع عسكرية في ريف حماة. بداية، بماذا يمكن تفسير تزايد وتيرة استهداف جيش الاحتلال للميليشيات الإيرانية في سوريا في هذه الفترة، في الفترة الأخيرة؟ يعني برأيي أن هذه يعني الاستهداف الصهيوني لميليشيات إيران المتواجدة ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة. يعني بمعنى آخر، أن الإيرانيين كانوا يعتقدون بأن نجاح بايدن سوف يوقف القصف يعني الإسرائيلي على يعني على التواجد أو المواقع الإيرانية الموجودة على الأراضي السورية، ولكن الحقيقة أنا أعتقد أن هذا الموضوع لن ينتهي بهذه السهولة، وخاصة بعد القيام ب يعني إعازات أو بإعاز إيراني عندما قصفوا السفارة في بغداد، السفارة الأمريكية في بغداد. فلا أعتقد أن إسرائيل سوف يعني تتوقف عن استهداف الميليشيات الإيرانية، إن كان بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية وإن كان بالاتفاق حتى مع روسيا. التواجد الإيراني أعتقد أنه لا يمكن أن يتمدد ضمن هذه المعطيات، وخاصة أن المناطق المستهدفة هي لتطوير الصواريخ متوسط المدى الموجودة في محيط مصياف في أكثر من نقطة، وخاصة في منطقة البحوث العلمية الموجودة هناك. طيب، هذه الغارات يعني هل تعتقد أنها سوف تستمر على وتيرتها هذا حتى بعد تولي الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بمهام يعني مهام منصبه؟ بمعنى أو بآخر، هل إسرائيل فعلا الكيان الصهيوني يستغل هذه المدة المتبقية لدونالد ترامب في تنفيذ غاراته؟ يعني أنا ما لاحظته أن يعني إيران بدأت ترمم منذ أكثر من شهر، عندما يعني نتائج الانتخابات الأمريكية كانت هي يعني تفضي إلى نجاح الرئيس بايدن. أنا أعتقد أن الولايات أعتقد أن إيران قامت بتحسين وتحصين تحصينات جديدة، إضافة إلى ترميم المناطق التي قصفت، وحاولت من جديد حفر أنفاق جديدة في مناطق البوكمال وفي المناطق الشرقية، إضافة إلى ترميم الغرفة الزجاجية الموجودة قرب مطار دمشق الدولي وبعض المناطق في الجنوب السوري. بمعنى آخر، أن يعني إيران حاولت أن ترمم ما قصف سابقا بواسطة الطيران الإسرائيلي. الآن إيران يعني أيقنت بأن الموضوع لن تتوقف إسرائيل عن قصف أي يعني خطر أو أي يعني تحسينات تقوم بها أو أي ترميم تقوم به أو أي منطقة يعني تعتبر مصدر خطر على إسرائيل. ولذلك يعني القوات الإسرائيلية والطيران الإسرائيلي يقوم بقصف أي نقطة تهدد يعني إسرائيل أو تطور الصواريخ الموجودة على الأراضي السورية، وخاصة ما لاحظناه أمس في مصياف، هناك منطقة قصفت وهذه المنطقة كانت هامة جدا، وهي يعني هذه المنطقة هي البحوث العلمية التي تطور فيها إيران الصواريخ المتوسطة المدى. يعني بالمقابل هناك غياب تام لأي رد من قبل إيران، وبطبيعة الحال مضيفها أيضا في دمشق يعني النظام السوري على هذه الغارات، في وقت يعني إيران والنظام كما يعلم الجميع تقدمان نفسيهما على أنها مقاومة وممانعة. أين هو الرد الإيراني، وهل تملك فعلا يعني القدرة على الرد؟ يا سيدي، إيران لا تستطيع أن ترد. يعني منذ فترات طويلة نحن نسمع بأن إيران تريد ترد، ويعني نلاحظ أن الكثير من المسؤولين الإيرانيين على شاشات التلفزة يقولون بأن يعني أي ضربة إسرائيلية إلى التواجد الإيراني في العراق أو في سوريا سيكون هناك رد حاسم
وبعضهم بدأ يعني يقول بأن إسرائيل لن تستغرق أكثر من 7 دقائق، وبدأوا يحددون فترات زمنية لإنهاء إسرائيل. ونحن نرى أن الحقيقة إسرائيل يعني لم يطلق عليها ولا طلق حتى لعبر حسن نصر الله يقول بأن هناك صواريخ تهدد ما بعد حيفا، ولم يطلق أي صاروخ باتجاه إسرائيل. إضافة إلى ذلك النظام السوري منذ 40 عاما يقول بأنه يحتفظ بحق الرد في المكان والزمان المناسب، ومنذ 40 عام حتى الآن لم يكون هناك لا زمان مناسب ولا مكان مناسب ولا توقيت مناسب. وبالتالي أنا أقول هذه بروباغندا إعلامية تستخدمها ما تسمي بنفسها الممانعة، إن كان إن كان إيران وإن كان يعني النظام في دمشق وإن كان حزب الله، يحاولون أن يقولوا بأنهم سيردون في الوقت المناسب، ولكن في الحقيقة لا يوجد رد. وإيران هي أبعد من أن ترد على التواجد يعني أو على القصف الإسرائيلي أو حتى على التواجد الأمريكي في مياه الخليج وفي مياه طيب السيد علوي للحدود الإيرانية. السيد علوي، يعني بالنسبة لروسيا أين هي من كل ذلك؟ يعني نلاحظ أنها تعزز وتستقدم قواتها، خاصة يعني كان آخرها في مدينة القامشلي. لماذا لا يتم، قد يسأل سائل، لماذا لا يتم استهداف القوات الروسية نفسها؟ استهداف من قبل إسرائيل يعني؟ نعم يعني يعني أنا أعتقد أن إسرائيل هناك تنسيق كبير بين إسرائيل وبين التواجد الروسي في دمشق. يعني ثاني أقول أن الدخول الروسي إلى سوريا لا يمكن أن يتم دون ضوء أخضر من إسرائيل في بالأساس يعني. وبالتالي هناك تنسيق كبير بين روسيا وبين إسرائيل في على الأراضي السورية. وعلى العكس تماما، أنا أعتقد هناك يعني نار تحت الرماد وتنافس كبير بين التواجد الروسي في سوريا والتواجد الإيراني. وهناك كما نعلم أن هناك انقسام حتى ضمن جيش النظام، قسم من الجيش موالي لروسيا وقسم من الجيش موالي لإيران، ونلاحظ هذا الموضوع بشكل جلي وبشكل واضح. إضافة إلى ذلك هناك تنافس على مناطق السيطرة والنفوذ على الأراضي السورية، إن كان في المنطقة الشرقية وإن كان في المنطقة الجنوبية. ولذلك أنا أقول أن الروس في تنسيق مستمر مع الإسرائيليين. إضافة إلى ذلك أنا أعتقد أن الروس هم من يعطون يعني سمت الكثير من المناطق التي يتواجد بها الإيرانيون. شكرا جزيلا لك أديب العلاوي، الخبير العسكري السوري والاستراتيجي والعسكري السوري، كنت معنا من الريحانية. شكرا جزيلا لك.